يعتمد على مصدرين هما صيد السمك والغوص على اللؤلؤ، ولكن اكتشاف البترول غير هذين المصدرين، وذلك بأن ترتب على اكتشاف البترول في هذه المنطقة حل الأزمات الاقتصادية، كما أدى إلى تغيير بعض الحرف الاقتصادية في المنطقة. من صدقك أنت؟ من صدقك؟ طبعا من صدقي. شو حيلك بزيد؟ شو بدر أنت وأحمد لو سمحت، إذا في عندكم أشياء خاصة تتكلموا فيها خارج الفصل. حبس. كما أدى أيضا إلى ظهور بعض الحرف الأخرى. والدرس القادم إن شاء الله بنكمل. أنت الحين أحمد أنا صدق، بس أنا ولا مرة رحت البحرين ومشتي أروح. بس تعالي شنو فيها؟ فيها أشياء وأشياء، بس انقرتي معانا وين سخاتك الله طيب؟ أخي الود ودي، بس أنت تدري لازم أخذ رأي الوالد، وبعدين شنو؟ الفلوس المصرف يعني. إيش عليك من الفلوس يا أحمد؟ أبوي اللي قال خليه معاك رفيجك، بعدين إيش حكى تفكر بالفلوس؟ الجيب جيب واحد. ها؟ إيش رأيك؟ خلاص؟ الله كريم. يلا عاد هات. يلا نروح المقصف نشتري. يلا. وبس، وهذا الموضوع. وتأكدي يا ام علي اني ما اعرف ان علي ونجاتي يعرفون بعض الا من علي لما قابلني قبل يومين. علي قابلك من يومين؟ علي قابلني وطلب ايد نجات مني. وانت وافقت وبهالبساطة؟ اعتقد يا ام علي المسألة ما تحتاج هالتعقيد هذا. الا اذا انت ابو يعني خالد، الاشياء هذه احنا الاثنين نقررها وبس. فعلا، وانا اتفقت مع علي ان احنا نشوفك ونتفق على الموضوع. اسمح لي اقول لك اني اعارض علاقة علي مع اي بنت، وهالموضوع له علاقة حتى بشروطي بالنسبة للارث. ام علي لا تنسين ان نجات بنتي مو مثل اي بنت. اي طبعا طبعا، بس علي تعرف على بنات وايد وظن انهم موضع ثقة، بعدين لا تنسى انه رايح يورث ثروة كبيرة. ام علي انا نجات بنتي واعرفها زين. نجات لا يمكن تفكر بالزواج الا من واحد تحبه وتحترمه. الزواج؟ انا ما راح اسمح باي عقد للزواج. ولا انا، ولا تظنين ان احنا طمعانين في ولدك او ثروتك. تفضل. اخوي ممكن اسال على طيارة اللي جايه من لندن باكر؟ تفضل. الساعة كم راح توصل؟ بكره ان شاء الله الساعة 5:30 مساء. 5:30. طيب ممكن اعرف الاسماء اللي باللستة او اللي جايين اسماء المسافرين؟ لا والله اسف، هذه ما ممكن. كيف حالك؟ شلونك انت؟ ان شاء الله مرتاح. والله تمام. ها اشوفك هنا. كنت اتغدى في المطعم. شلون نجات؟ تمام، راحت المطار تودع الاهل، تعرف رايحين بحرين. لا ايش حق مرت وياهم؟ امي وابوي كفايه عليهم، بدر وفواز ومنال، بعد تبيهم ياخذون. ايش تقصد؟ لا ما اقصد شيء، قصدي انك جاي تغير اكل البيت. ايش فيك خالد؟ لا ابدا ما فيني شيء. شنو بين علي شيء انا؟ لا لا، على العموم اذا كنت فاضي يوم الجمعه ايش رايك نقضي النهار مع بعض؟ ها؟ ليش ما تتصل فيني ونروح البحر؟ لا صراحه يوم اللي معنا راح اكون مشغول، ممكن يوم ثاني ان شاء الله. زين خلينا نشوفك. ها ان شاء الله. اوكي تمام. مرحبا. نعم تفضل.
ممكن احجز غرفه للصديق لو سمحت؟ حاضر، ما تحب الحجز؟ عموما هم راح يوصلون باكر من لندن. اوكي، الاسم من فضلك. اسم الشخص من فضلك. سجل عندك، مدام خالد عبد الله. حاضر. صجيب البحرين حلوة، شيء أيوة. طبعاً يا ولدي حلوة، شوفونها خضراء وحدائق وبنايات كبيرة، مدارس، مستشفيات، شوارع نظيفة. صحيح في منطقة فيها بيوت قديمة اسمها باربار، هذه كلها آثار ومتاحف. يبا خلي نروح نشوفها. لا يبا احنا ما نخلق آثار ولا متاحف، احنا بروح البحر. ولا يبا البحر لاحقين عليه، لاحقين عليه. أنا أفضل إنكم تروحون تزورون هالآثار هذه والمتاحف، علشان أعتقد إنها بتفيدكم دراستكم، وخاصة هالأيام الامتحانات قربت. زين إن شاء الله. روحي إنتي، روحي بابا، قولي حق أمك تنزل، إحنا تحت. يلا بسرعة. ايش قاعد تسوين؟ صار ليش فوق الساعة بغرفتك؟ ايش قاعد اسوي؟ قاعد اغسل شعري مثل ما انت شايف. وانت بس ما عندك غير هالشغلة هذه، بس تغسل بها الشعر؟ ايش اسوي؟ احب النظافة، مو مثل بعض الناس. زين، نجات، انا يمكن اطلع مع واحد من الربع، يروح للسينما ولا امر السالمية. تبي شيء من برا؟ لا سلامتك. شفت شلون؟ كان المفروض ان انت تروح معاهم البحرين. ليش؟ لأنك ما تركب بالبيت دقيقة واحدة، كله برا، خصوصاً عصار الخميس. نجات؟ ما قلتي لي، ايش أخبار علي؟ كلم أمه بالموضوع؟ لا، للحين. بس يقول إنه بيكلمها. وتعالي، ترى شفت أمه في البنك. والله؟ بس مبين عليها متكبرة ونفسها لهني، ما تنتحرجها. شوف، أنا ما أرضى أن أتكلم عن علي بالطريقة هذه. بعدين علي مفهمني، يقول إنه بين كذي لأنه وحيدة مسكينة وضايق خلقه. إيه، كل اللي فلوسهم زايدة كله ضايق خلقهم العادة. يلا عاد ترى علي ملاحت مصخة لي دخلت علي. اطلع برا، خلاص. بس ديري بالك ترى تخوف. زين اطلع برا، ثقل دمك. أنا عندي شركة إنتاج فني في أبو ظبي. إنتاجنا متخصص في الموسيقى والغناء والمنوعات الخليجية. إذا حبيت إنك أنت تفيد وتستفيد من موهبتك دي، اتصل بي في العنوان ده. Thank you.
ايش رايك الحين نروح نتمشى بالسوق ما دام صرفنا فلوس؟ وخالد مالي خلق، لو ندري ما خلنا العيال يروحون بروحهم البحر. ما تجوزين من هالطبع، بدر وهو صغير هذا شغلك، والحين كبر وصار ريال وهم قاعدة تخافين عليه. بس ولو بالنسبة لي بدر صغير، ما أدري يدير باله على أخوانه ولا لا. والله أنت شابة بنفسك حريجة، والحين تلقين بدر يطافش بالبحر وقاعد يضحك وانت هني قاعدة تخلين. قومي بس قومي قومي. من ذراف أقف أقف انطرني هنا أنا علي، لازم تكلم أمك في الموضوع. هذه هي أحسن طريقة. ما في فايدة من الكلام معاه. أمي من النوع اللي يحب يناقش أكثر من اللازم. ما راح تناقش أكثر من اللازم إذا شرحت لها الموضوع. أنت ما تعرفين أمي، كلمتها ما تتنازل عنها. علي، أبى أقول لك شيء مهم. إذا كنا بنتزوج فموافقة أمك شيء ضروري. نجاة، أرجوك تركينا من موضوع أمي الحين. علي، أمك لازم توافق، لازم توافق على زواجها. أنا ما يهمني إذا وافقت أو لا، وأنا يهمني مو بس موافقتها ورضاها بعد. أنا آسف يا نجاة، ما أدري إيش أسوي بهالموضوع. اسمع، إيش رأيك أقابلها؟ أقابلها. أنا اللي أبي منك إنك تساعدني نحاول نقنع أبوي أن يوافق على سفر البحرين عشان أقابلها، وأنا متأكدة إن أبوي ما رح يرفض هالطلب، خصوصاً إن فؤاد بيروح معانا. إيش تعتقد يكون هذا؟ ما أدري، بس الظاهر إنها قديمة وايد. شايف العلامات اللي عليها هذه؟ هي صحيح، بس أنا متعجب. ها؟ شلون غطس بالرمل هالشكل؟ أكل واحد شايحها في البحر وقاطها. زين، والحين شو نسوي؟ ما أدري والله. بس شوف، أنت ما فكرت في شيء؟ والله أنا يا الحبيب سمعت أن الواحد يربح وايد من بيع الأشياء القديمة. ما أظن من نربح من وراء هذه شيء أبداً أبداً أبداً. يا ما يقدر والله يا بدر. بس شوف، في شيء لازم نتفق عليه أنا وياك. شنو هو؟ شوف تفضل، ما نقول حق أي أحد عن هذه، ويصير الشيء بيني وبينك يصير إلى الأبد. صار؟ صار؟ عفو عليك صار؟ ما نقول حد. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا خوش سير.
موجود. في برامة شيء. ممتاز جدا. استعداد للفقرة الثانية. يا أخ لو سمحت تكرمت، في عندنا بروفة. طيب يا رزوقي يا أهلاً. ازيك يا فؤاد؟ مرحبا. أخيراً قررت إنك تزورنا. والله هي أنا ما كنت ناوي، بس مريت أسوي المسرح لقيت الباب فاتح، قلت مرة أشوفكم إن شاء الله ما في إزعاج. لا ولو فيها إزعاج يعني فيها إيه يا رزوقي؟ نعم. الشاب الموهوب اللي أنا كلمتك عنه فؤاد عبد الله. أهلا وسهلا. رزوقي المساعد بتاعي. أهلاً. دلوقتي بقى أنت هتطلع المسرح وتغني لنا أغنية حلوة قوي كده، قطعا هتكون أفضل من المشتركين في البرنامج.
لا 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 مش هتروح إلا إذا غنيت أغنية حلوة على المسرح. بس تدري أنا يعني مو مستعد والجماعة موجودين وعودي مو جاي. عود؟ لا ولا يهمك رزوقي. العود موجود. وأعلن إن الفقرة اللي جاية للأخ فؤاد. هلا أخ فؤاد، وأنت داخل من الباب كان في مخك حاجة، قرار معزم عليه، إذا كنت ناوي ها كمله. خليني بروي ضامي العطشاني، وقلت لعبي قالت أنا رياضية. عنش عمتك خلينا ساعدك. عنش خالد؟ لا لا يا خالد، حتى لو أنت خبير زراعي دام أمك وأبوك مو موجودين أنا المسؤولة هني في البيت. أي والله أجبه لكن دهش ما يموتهم. خير؟ خير عمتي، استريحي استريحي شوي. البنت اللي تعرفت عليها بلندن مو كذي؟ ايش دراج؟ من هالتلفونات والمكالمات اللي كل يوم تيك من لندن، ايش تبي منك؟ تبيك ترجع لها؟ هي بنتي هني. بنتي الكويت؟ اي باكر بتوصل واروح انا استقبلها. وين بتقعدها؟ حجزت لها غرفة في الفندق. علمت أبوك؟ أبوي؟ لا والله عمتي أنا ما علمتها ولا شيء. ليش يا خالد؟ ما يجوز إنك تجيب واحدة من غير ما تقول لأبوك. إيه بس أنا خاف المسألة ما هي بسيطة يعني. بسيطة ولا مو بسيطة؟ هذا أبوك ولا حق عليك، لازم تعلمه بكل شيء. أول ما يجي من البحرين لازم تعلمه. لا ما أقدر أمتي أنا مو أمتي. ها أنا لما كنت بلندن إيه تزوجتها. اسمها جولي وهي زوجتي الحين. باقي
نبع زاخر بالحنان. يا ماضي الدانة والغيص واللولو، يا ذكرى ريانة غنوها بالهو. أزرق ومايك صافي، أزرق وموجك دافي، أزرق ومايك صافي، أزرق وموجك دافي. ليلك حنون وضاوي وبرك نسيمة شافي. يا بحرنا يا بحرنا أزرق ومايك صافي، أزرق ومايك صافي، أزرق وموجك دافي. ليلك حنون وطاوي وبرك ناسي ما شافي. يا بحرنا يا بحرنا. أحلى لعب موجاتك ونور القمر ضاويها، محلى لعب موجاتك ونور القمر ضاويها. محلى الغينة بسهراتك وكل الحبايب فيها. يا بحرنا يا بحرنا أزرق ومايك صافي، أزرق وموجك دافي، أزرق ومايك صافي، أزرق وموجك دافي. ليلك حنون وضاوي وبرك ناسي ما شافي. يا بحرنا يا بحرنا. العطم عاشرنا من أول ومن تالي، يا أبو العطم عاشرنا. غالي علينا غالي مهما الزمن بعدنا. يا بحرنا يا بحرنا أزرق ومايك صافي، أزرق وموج كافي، أزرق صافي، أزرق.
ها استاذ سلطان ان شاء الله عجبك. لا بأس لا بأس هذا فلته فلته. استاذ فؤاد نعم شكرا اوي على السلامة. ان شاء الله عجبتك الاغنية بس يعني استاذ سلطان انا ما عندي مانع ترى اقدر اغني اغنيه ثانيه لان الجماعه موجودين وانا عندي لا لا, لا 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 انا عندي اغاني وايد يعني اذا تبي اغنيه ما عندي اذا كان في البرنامج مكان فاضي حاب ابعث لك نسوي بروب عليهم اذا شكرا مع السلامه استاذ سلطان مع السلامه استاذ سلطان تبي تخليه يمشي كذي في مثل بيقول ما معناه إذا كان في البحر سمكة كبيرة ما تحسسهاش إنك أنت بتصيدها عجيب هلا يا جماعة الفقرة اللي بعديها هاي لو أستاذ حاجة حلوة قوي عظيم يباي بعد إذنك أنا وأحمد بروح نتمشى بشوار البحرين بعدين نرجع الفندق بس أمك ومنال الحين بيون وخلونا نتغدى سوا إيه بس يبون أنت تدري يعني أنتوا إيش فيكم أنتوا ما تقولون إيش فيكم ولا شيء يبا لا لا صراحة عمي أبو خالد إحنا بنروح المتحف متحف أنت وتروحون المتحف يبا بنروح المتحف وتدري إن هذا الشيء يفيدنا حق الامتحان إيه وانت بنفسك قلت الشيء هذا اول ما وصلنا البحرين ولا نسيت عدل عدل امي ابو خالد احنا يعني بنستفيد من روحتنا المتحف علشان امتحان تاريخ زين توكل على الله توكل على الله مع السلامه افوك فبرا معاكم لا 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 انت قاعدين عند ابوي بعدين تروحوا يعني بعدين مو الحين ترى ما خذيت ترى علم علم شو تعلم لا لا يبا مالك منه زين كلام وايد وفواز كل شيء تحت يلا مش معنا مش معنا الساعه 5 هني علشان موعد الطيارة إن شاء الله يبقى هلا جولي I'm sorry but I just had to come Anyway you look good Samir Are you pleased to see me? Of course I have a car waiting I've reserved a room for you at the hotel
Don't I get a kiss first? No, no. No, not here, Julie. Not in public. This way, please. ها؟ ها؟ شوف ايش رايك؟ يبا ما يشبه اللي عندنا. ايه والله شلون ما يشبه؟ ايه هذا الشيء زين ولا مو زين؟ شلون مو زين اذا ما كانت له قيمه؟ لازم تكون له قيمه ونعرف شيء يشبه اللي عندنا ولا ما يشبهه. عدل. ها شوف هذه تشبه اللي عندنا. من صدقك انت؟ يبا اللي عندنا نحاسيه وهذه فخاريه. بعد تشبهها يبايا اقول لك تشبهها اللهم يمكن تختلف شوي بالشكل او بالحجم ها لكن تشبهها بالضبط كيفك طالع مكسرة اكيد مكسرة مش لسه مشان طالع ابنها لو سمحت ممنوع اللمس ما تدري انه هذه اثار لازم نحافظ عليها؟ نعم هذه اثار لازم تحافظ عليها ممنوع تلمسها ادري انها اثار اخوي عنده واحده تشبه لينا شنو؟ لا ايش قال؟ لا ايش عليك مني؟ اخوي يحب يحكي وايد ما له اخوي ما له فهم الله امشي يلا امشي لا تدزني لا تدزني بعد انا ابوك شال لي قافين ما تجوز بغيت تودينا بغيت ورطنا انت هدى يا ولد هدى قول لي الحين شو نسوي بس هذا المهم شوف ما كلنا ناخذها معنا الكويت من صدقك انت يا افرض بالمطار فتشونا شو تسوي اذا هالشيطان هذا ما فتش حلقه احنا بخير بعد عن قويه يلا مش امشي امشي Will be anything else I can do for you? Okay. Thank you very much, sir. Have a nice day. Bye. Bye. Thank goodness there's air conditioning. I don't think I could cope in this heat without it. You will find it gets much hotter than this. Oh, Khaled. You don't know how I've waited for this moment. Have you missed me? Of course. Are you staying with me tonight? No, Julie. Why not? I have to go home. They'll be expecting me. Well, then I'll go with you. I'm dying to meet your family. No, Julie, I'm sorry. It's impossible. My father, he doesn't know about us yet. You mean you still haven't told him? Julie, I warned you on the telephone, you shouldn't come. Not until I'd had the chance to sort things out. Oh, no. We're not going over all that again, are we? Khaled, I'm your wife. Your parents should have been told about our marriage the minute you got back from England. I tell you, it's been impossible. Why? Why should it be so impossible? Are you ashamed of me or something? Of course I am not ashamed of you. But our customs are different here, Julie. My father is not going to take it to Will when he knows that, when he knows that... When he knows that you've married someone of a different religion, is that it? Really, you make me sound so untouchable. Julie, if you've made up your mind to come and live here,
Then you will have to get used to the way we do things in this country. In what way are things so different? I don't know. But your arrival interfered with my plans. Oh, Khaled, you're worrying unnecessarily. Believe me. Once your parents get used to me, everything will be all right, you'll see. That's why I came, Khaled. I came to help you. The longer you delay things, the worse it gets. It's no use, Julie. I must have more time. Oh, for God's sake. How much longer do you need? Am I expected to be locked up in this hotel room for the rest of my married life? Listen to me, darling. I've only just arrived, and yet we're having our first quarrel. It isn't always going to be like this, is it? I'll see you for dinner. الكبر شين، تصدقين اني ماني قادر اركز بالكتابة من عيوني. ابو خالد، لو نروح الغرفة الثانية. خالد هناك يبي يتكلم وياك شوية. يا سعد، هذا وقته يخليها للصبح. الحين الساعة 11. حصة، ايش فيك؟ ابو خالد، انت لازم تتكلم يا خالد. في شيء مهم بيقول لك عنه. صار لي يومين انطردتك من البحرين. انت متزوج انجليزيه؟ يبا انا ما قدرت اقول لك كذا، صدقني. لكن عقب اللي حصل بيننا ما قدرت. لا يا ردي، لا لا يا ابو خالد، استريح يا وليدي، قعد. لا، شلون طاوعتك نفسك تتزوج؟ ما عندك شجاعه تخبر ابوك؟ ما تقول لي من هي هذه؟ اسمها جولي، كانت زميلة لي في المعهد الزراعي، وتعرفت عليها وتقابلنا وتزوجتها. قولي ايش؟ ليش تزوجتها؟ ليش؟ ولا اخاف انك اضطريت انك تتزوجها. يبا انا ما اضطريت، انا حبيتها. بس الحب، قلبين علينا حب حب، باسم الحب ضيعتوا القيم والأخلاق والعادات والتقاليد. يبا أنا ما سويت أي شيء غلط. لا، ما سويت شيء غلط. أنت لما أقدمت على هالزواج ما فكرت في تأثيره عليك، على أهلك، على ربعك، على دينك. يبا فكرت، أنا فكرت وايد عمتي، لكن صدقوني يما عمتي مو بيدي. زين فكرت أنا. زين، بس شعور أهل البنت وبنتهم بتزوج واحد عربي شنو؟ يما ما كان عمتي ما كان عندهم أي اعتراض. طبعاً ما يعترضون، لأنهم يدرون من هو المستفيد من هالزواج. يبا أهل جولي أغنية
وما راح يستفيدون من وراي أي شيء إذا كان هذا اللي تفكر. يما أهل جولي في منتهى اللطف، وأنا متأكد لما تقابلينهم راح تحبينهم، وأنت عمتي راح تحبينهم. اسمع، الحل الوحيد طلقها. طلقها علشان تخلص من المشكلة اللي انت فيها. يبا انا ما ابي اتخلص منها، هذه زوجتي. وانا قلت ما ابي وحدة غير مسلمة تدخل في بيتي. يبا الاسلام ما حرم الزواج من اي وحدة غير مسلمة، بعدين هي ممكن تسلم. يا ابو خالد، يا ابو خالد نشوف البنية وبعدين انت فاهم. ابدا ابو خالد ارجوك، حتى انت معاهم. انا اظنكم سمعتوا كلمتي، أجنبية ما تدوس هالبيت، يعني ما تدوس هالبيت، وهذا رأيي الأول والأخير. طيب يبا، برهنت على اللي كنت أظنه أنا، وانت عرفت الحين ليش ما قلت لك أنا من الأول. طالع فيها شلون؟ شوف شوف هني في نقوش وايد، لازم اعرف معناتها. اي بس شلون اقول لك؟ اي شوف شوف عدل، تامل الصوره هذه، الشكل شكل رجال. احنا لازم نعرف المصدر. صار احنا لازم نعرف المصدر، بس كل اللي نعرفه انا وانت ان النقوش هذه قديمه وبس. دير جرس، احنا ليش ما نحاول نبيعها؟ أنا متأكد إنها لها قيمة ثمينة. ومين راح يشتريها يا خلاف؟ خليفة الشيبة، أنت نسيت إنه كان يشتغل بالآثار بالمتحف؟ والله كلامك صحيح. إيش رأيك الحين؟ يلا، تدري شلون؟ ها؟ هنقوم قبل أيون تامي. يلا، يلا توكل على الله. أحمد، أوقف المشكلة الحين مو كذي. فين المشكلة؟ المشكلة إن حجي خليفة قائد من زمان، وين نلقى الحين؟ أنت حط هذه، خل توكل على الله. توكل على الله. يلا Julie? Yes, I'm Julie. I'm Najat, Khalid's sister. And nice of you to come. And this is my brother, Fuad. You're Fuad? Yes, I'm Fuad. Khalid asked us to take you to lunch. He doesn't finish his work at the farm until 3 o'clock in the afternoon. Yes, I know that. So what kind of food do you like? European or Arabic? Oh, I love Arabic food. Hey, well, it's a good start. Let's go. Oh, I have to leave my key. It's okay. What are you doing? Hello. Jolie, you didn't tell me. Do you like our country? Well, what I've seen so far, I like it very much. But is it always this hot? Well, in the summer, sometimes it reaches over 50 degrees centigrade. No. 50? Yeah. Don't be so unkind, Fuad. It's not always as bad as that. As long as you have air conditioning and wear sensible clothes, you have no problem. Yes, yeah, that's what I've been told. Tell me, Najat, when am I going to have the chance to meet your parents? I'd really like to make friends with them. Believe me, I don't know them. Khalid told my father about you only last night. I'm afraid it's not going to be easy. Well, I suppose we should have thought things over more carefully, but surely we're actually married now. You don't have anything against me, do you? Well, what we think is not really important. You see,
My father will never accept you as a member in our family. Unless he really convinced. يلا يلا يلا. You see, Julie, I mean, my father. أنا ما يهمني كل اللي تقوله يا أبو خالد، وللحين أنا أقول لازم نعطي خالد فرصة، وبعدين هما متزوجين وما بيدنا شيء. أنا منك أنتي متزوجين وما عندهم سكن يسكنون فيه. أبو خالد، خالد قال لي إنه حصل شقة. حصل شقة؟ منين حصل شقة؟ ما أدري، من واحد من ربعه، وبعدين يمكن يسافر بغداد كم شهر لشان حصل شغل هناك. ها زين كذي؟ ها الحين إيش رأيك قول لي؟ سمعي عاد أنتي وانتي، انا هني ريال البيت وانا اللي اقرر كل شيء. ما قلنا شيء يا ولد الحلال، لكن رضيت ولا ما رضيت ما تقدر تنكر انهم الحين متزوجين. الظاهر انك انت وهي متفقين على انكم تنبتون خدار. وخالد وخالد حصة خلي علي هالمره. وخالد فضه مالي خلق اناقش الموضوع بالمره. انت كذي قاعد تحط نفسك بموقف المخطئ. انت ليش عنيد هالشكل؟ حتى لما كنت صغير هذا طبعك ما تغير. وانا الحين ما انا صغير، انا ريال وعندي 6 اولاد. صحيح، وعلشان كذي لازم تبين نفسك احسن ابو. انا ماني راضي على اللي سواه خالد، وعيب علي يتزوج من غير ما ياخذ رايك. صحيح ما له عذر، لكن شنو انا اللي قاهرني وباط شدي انه متزوج من 3 اشهر ولا يعلمني؟ انا ابوه. قلنا لك خالد غلطان، والحين صار اللي صار، بدل ما يصير من المشكلة مشكلتين لازم تشوف له عذر. وخلنا كل ابونا نروح نشوف البنية. اي نعم كلنا، انا وانت وحصة بعد، وهذا احسن شيء نقدر نسويه الحين. اكيد اكيد هذا اللي كان، ماكو غيره. اكيد اي طبعا. اسمع الحين هو صاد، لكن ايش رايك بعد نص ساعه نروح ونرد عليه؟ يمكن يفيج. توكل على الله. صار يلا يلا. عيال هني مستقبل الكويت يا خالد. يباي انا كلمني ابو احمد عن المزرعه، قلت اي اشوفها. الحقيقه ما توقعت انها بهالشكل هذا. هذه البدايه، في يوم من الايام بتتحول هالصحراء كلها الى حقول خضر ان شاء الله. خالد ما قلت لي اللي تزوجتها هذه شلون صايره؟ يبان ليش انت ما تشوفها وتتاكد منها؟ ليش انا ما اشوفها؟ وليش انت ما اخذت عربيه ما اخذ اجنبيه؟ بنات العرب اخلاق وجمال، ايش تبي اكثر من كذي؟ صحيح يبان، بس لا تنسى انا قضيت مدة طويلة في إنجلترا وما صارت لي فرصة إني أشوف بنات عربيات. هذه غلطتي اللي ما زوجتك قبل لا تسافر. ما قلت لي شو اسمها هي؟ جولي باكستر. خير؟ جولي باكستر. جولي باكستر. ما ظنيت هي تعود على هالاسم هذا. ها
وزوجتك تعرف عربي خالد؟ لا يبا ما تعرف. هذه الكوسة ها؟ اي نعم يبا كوسة. هالنوع من النبات ما يحتاج وقت طويل علشان يكبر بهالظروف، بس ان شاء الله اول ما يطلع راح يصير عندنا احسن انواع الكوسة. ما قلت لي ايش راح تسوون اذا ياكم عيال؟ بتربيهم على الدين الاسلامي؟ طبعا يبا. وزوجتك توافق؟ لازم توافق، انا اللي اقرر. خالد لا تنسى انك مقدم على ايام صعبه، زواجك من اجنبيه هذا بيسبب لك مشاكل، مو بس بالنسبه لي انا، بالنسبه لكثير من الناس. انت اقدمت على هالشيء بدون اخذ راينا، وبعدين بيني وبينك انا ماني مقتنع باللي سويته. نسيت اللي علمناك اياه ودرت ظهرك لاهلك وربعك. اي بس يبا انا ما خالفت الدين بشيء. على العموم انا من رايي انك تجيب زوجتك وتتعشى عندنا الليله. عظيم، ممتاز، يا 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 الحقيقة عليه تفاصيل ما شفتها بحياتي من قبل. هي بس يا حجي خليفة، إيش مكتوب عليها وإيش تاريخها وإيش كانت تستعمل فيه؟ القطعة هذه يا ولدي والله أعلم أنا أنها قطعة يونانية قديمة وايد، واللي يعطي القطعة هذه أهمية وقيمة هي الصورة هذه. وين؟ هي الصورة هذه. أي صورة؟ الفارس هذا، الفارس، الفارس هذا اللي مرسوم هني، اللي مرسوم هني. هنا. يشبه الملك الأغريقي أنت يا الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر؟ الله أعلم. ومعنى هذا يا ولدي أن الإسكندر الأكبر زار منطقة الخليج العربي، والله أعلم. أكيد القطعة هذه كانت في زمانها وايد غالية، وأكيد الحين أغلى. يح أكيد. وأكتب يا عيالي، القطعة هذه قيمتها مو بالفلوس، نعم، قيمتها في أهميتها التاريخية. من رخصتك. إيه تفضل. حياكم حياكم. يا الله. تفضل. شكرا عمي ما شاء الله. تفضل. مشكور. شو اسمك بالخير يا ولدي؟ اسمي بدر طال عمرك. يا هلا مرحبا. وانت يا؟ اسمي احمد. حياكم الله. الله يحييك. هلا مرحبا. قل لي يا ولدي يا بدر. نعم عمي. وين في لقيت هالقطعه هذه؟ هذه لقيتها على البحر في البحرين. على السيف. هنا. في البحرين؟ اي. وهربت هالقطعة الفنية من البحرين لبهني؟ ها هربتها؟ أنا ما هربتها ولا شيء. أي والله. لكن ما قلت حق الجمارك. غلط غلط يا ولدي. أنت تدري الحين بطريقتك هذه ارتكبت جنحة قانونية؟ جنحة قانونية؟ شنو؟ نعم، القوانين في كل البلادين تقول من يجد أو إذا تجد قطعة فنية أو قطعة أثرية ولها قيمتها التاريخية لازم تسلمها إلى أقرب مركز للشرطة. شنو؟ أسلمها؟ لا أسلمها ولا شيء. أي والله. يا أنا لاقيها برضه الله ما أعطيها خلق الله، صارت حقي مقي. صح. زين يا بدر. نعم. أسمع، أنا أحذرك إذا ما ترجع هالقطعة إلى البحرين أنا بنفسي أبلغ عنك الشرطة. Thank you.
مساء الخير يما. اهلا علي. اهلا. ولحت عليك يما. يما اقدم لك شيء. اكيد نجاب. ما تتصورين ايش كثر عم يشتاق. اهلا وسهلا، والله انا مشتاقه اكثر. يما هذه فؤاد اخو نجاة. اهلا اهلا فؤاد، يا هلا. تفضلوا. نجاة عندي جماعة من الأهل، عمات علي وخالاته، بفوزي، الدكتور مبارك وزوجته، الأستاذ سعد. يلا ميري. هذه أول مرة نقابل زوجة ولدنا. حصة، تعتقدين هذا اللي قاعد نسويه إحنا عدل؟ والله يا أبو خالد، خالد اختار زوجته وخلاص. إيه. خوش رقية لكن قاصرتها حالات شوي. أقول حصة، افرضي إن البنت ما ارتاحت معانا أو ما ارتحنا معاها. ما بدي أني شيء، بس على كل حال مشكورة يا أبو خالد، ما قصرت. ما قصرت على اللي سويته واللي راح تسويه. هذيل عيالك اللي انت ربيتهم ونعم التربيه، وان شاء الله ما راح يخذلونك. ان شاء الله، وكل كلامك هذا صحيح، وماكو عندنا اهم من الليله هذه، مو بس بالنسبه لك ولي، بالنسبه لاهل البيت كلهم. احنا لازم نكون حذرين في المستقبل في اختيار مشاريع التنمية في الخارج، خصوصا في الوقت الحاضر قاعد يصير تضخم مالي رهيب في الدول الثانية. ومن يهمه مشاريع مثل هذه في الخارج ما دام مستوى المعيشة عندنا ما يتأثر. تعليق المدام تعليق حريمي بحت. ليش؟ لا مو قصدي، قصدي ان الحريم مخهم مو تجاري كذي ولا لا يا آنسة نجاة؟ مو معقول يا سعد تتوقع من نجاة انها تجاوب على مثل هاي السؤال. ايش عرفها عن العمل التجاري؟ ارجو ما تضايق من كلامي استاذ سعد، انت بكلامك هذا قاعد تقلل من قيمة المرأة العربية. أنا أتفق مع الدكتور مبارك في الرأي. في الواقع الاقتصاد الجيد لازم يعتمد على برنامج صحيح للاستثمارات الخارجية، ومدام نسبة مدفوعاتنا الاقتصادية تعتبر نسبة عالية فإحنا نقدر نحافظ على ميزان مدفوعات لصالحنا. ترى والي بكل بساطة فعلا الوضع معلوماتك في الاقتصاد مو شوية. كل هذا الاقتصاد مو غريبة يا دكتور، والد نجاة مدير بنك كبير في الكويت. فعلا بعض الشباب محظوظين. عن إذنكم في ضيفة وصلت. تفضلك. دكتور مبارك. تفضل. نجاة بعد لا تتكلمين كلش الحين. ليش؟ قلت شيء غلط؟ لا بالعكس، كنت ممتازة جدا، بس الضيف اللي مع أمي الحين تختلف. أنا
مني هذه؟ لينا مولوي، صاحبة أكبر محلات الأزياء، وحالياً تشتغل مصممة أزياء. بين عليها حليوة. ها؟ بين عليها حليوة. بتغيرين رأيك عقب ما تعرفينها. شتاوة؟ والله أحسن لك تتجنبينها. شنو؟ أحسن لك تتجنبينها. أظن أنك تعرفين ولدي علي. أهلا لينا. أهلا يعني. مالك يعني؟ مالك؟ باين عليك كذا تعبان، كأنك عامل حادث أو حاجة. إيه؟ لا أبدا، ما في شيء. لينا، أعرفك على نجاة. نجاة لينا صديقة عزيزة وايد. فؤاد أخو نجاة. وفوزي طبعا. تفضلي. شكرا. علي، ايش رايك تجي معي شويه؟ خلنا نجات تتعرف على الناس وتستانس شويه. لا لا يما، خليني هني. ايش فيك؟ ايش خايف عليه؟ ها؟ لا لا، ما في شيء. لا علي، تفضل انت عشان الضيف الان سلينا. انت رتبتي العزيمه بالضبط مثل ما قلتي لي. وي ما سويت شيء علي؟ يما انت وعدتيني بعشاء بسيط لنا احنا الاربعه بس، لكنك مصمم الصعبين المهمه على نجاة، مو كذي؟ ما ادري ايش تقصد يا علي. يما ما في فايده، انا احب نجاة ونجاة تحبني وراح نتزوج. تشتري وتحطي في البيت يعني؟ ها. اهلا يا هلا. اهلا قولي لي مريم، ابنك الملعون ده جاب الحلوه دي منين؟ شكرا كل ذوق. يا سلام، قد ايه اجتماعيه وذكيه واموره قوي. شكرا على العموم، مدام لينا كلش مجامله. شكرا. يا ريت واحده في عائلتها تشبه. وفي ليش؟ ليش؟ كنت اخطبها لاخوي على طول. شكرا. الا ما قلتي لي، دعتني لحفله عرض ازياء بس ما اعرف عنها اي شيء. عادي، في الموسم الجديد الشتوي. على فكره فكرتني، ما تنسيش تجيبي نجاة معاكي في حفله افتتاح المحل الجديد. ان شاء الله. شكرا. أعتقد إني أقدر أتحمل. وخالد، وخالد، كل شيء بيمشي تمام، بس أنت ابتسم وقابلهم مقابلة زينة. يما، عمتي، اسمحوا لي أقدم لكم زوجتي جولي. جولي، this is my family. Hello. أهلا وسهلا.